تأمل فحص الجسم. بالنسبة للكثيرين منا ليس للتوتر أعراض عقلية وعاطفية فحسب، بل له أعراض جسدية أيضا، مثل الصداع وآلام الظهر وحرقة المعدة. في الواقع أحيانا ننغمس بشدة في ضغوطنا حتى أننا لا ندرك أن انزعاجنا الجسدي مرتبط بحالتنا العاطفية. هذا هو الوقت الذي يمكن أن يكون فيه تأمل فحص الجسم مفيدا وفعالا بشكل خاص، حيث أنه يتيح لنا التحقق من أجسامنا عن طريق الفحص أو المسح الذهني الكامل من الرأس إلى أخمص القدم. كثير من الناس يمارسون هذا التأمل بتخيل ناسخة الليزر وهي تقوم بمسح كامل أجسامهم، فأنت تنقل الوعي إلى كل جزء من أجزاء الجسم وتلاحظ أي آلام أو أوجاع أو توتر أو انزعاج عام. يمكن أن يساعد البقاء مع هذه الأحاسيس والتنفس فيها على إراحة عقولنا وأجسامنا من خلال تطوير علاقتنا بالألم والوجع وعدم الراحة. قبل ممارسة هذا التأمل، اذهب إلى مكان لن يتم إزعاجك أو مقاطعتك فيه خلال البضع الدقائق القادمة. جلسة التأمل ستبدأ بعد قليل. اتخذ وضعا مريحا، اجعل نفسك تشعر بالراحة بأقصى قدر ممكن، ثم دع عينيك تغلق برفق. خذ بضع لحظات للتواصل مع حركة تنفسك. عندما تكون مستعدا، انقل تركيزك إلى حواس جسمك، خاصة إلى حاسة اللمس، حيث تشعر باتصال جسمك بالأرضية أو الكرسي. مع كل نفس تخرجه، اسمح لنفسك بالتحرر لتغوص أعمق في الكرسي. ذكر نفسك بالهدف من هذه الممارسة. ليس الهدف منها أن تشعر بأي اختلاف أو استرخاء أو هدوء، حيث أن ذلك قد يحدث أو قد لا يحدث. بدلا من ذلك، ذكر نفسك بأن الهدف من هذه الممارسة هو زيادة الوعي قدر المستطاع بأي أحاسيس تكتشفها، بينما تركز انتباهك على كل جزء من أجزاء جسمك. سوف يشرد عقلك حتماً بعيداً عن النفس والإحساس بالجسم من وقت لآخر. هذا أمر طبيعي جداً، هذا ما تفعله العقول. عندما تلاحظ ذلك، اعترف به بلطف ولاحظ المكان الذي ذهب إليه العقل، ثم أعد انتباهك برفق إلى الجزء من الجسم الذي تنوي التركيز عليه. إذا وجدت نفسك على وشك النوم خلال التأمل، فقد تجد من المفيد أن تفتح عينيك ثم تعيد إغلاقها. الآن استحضر تركيزك إلى منطقة أسفل البطن. استشعر وركز حواسك على هذه المنطقة لتشعر بها. قم بإدراك تغير الحركة في جدار البطن،
بينما أنت تتنفس شهيقا وزفيرا. خذ بضع دقائق لتشعر بالأحاسيس أثناء الشهيق وأثناء الزفير. شهيق، زفير. شهيق، زفير. شهيق، زفير. شهيق، زفير. بعد التواصل مع الأحاسيس الموجودة في البطن، ضع تركيزك الآن على أسفل الرجل اليسرى انتقالا إلى القدم اليسرى ومن ثم إلى أصابع القدم اليسرى. ركز على كل إصبع من أصابع القدم اليسرى واستجلب فضولا رقيقا للتحقق من جودة الأحاسيس التي تجدها. ربما تلاحظ شعور تلامس بين أصابع القدم أو شعور بالوخز أو بالدفء أو عدم وجود إحساس معين على الإطلاق. عندما تكون مستعداً وأنت تأخذ نفساً، اشعر وتخيل النفس وهو يدخل الرئتين ثم يمر إلى البطن، إلى الرجل اليسرى والقدم اليسرى وإلى أصابع القدم اليسرى. ثم وأنت تخرج النفس، اشعر وتخيل النفس وهو يعود طوال الطريق، بدءا من القدم اليسرى إلى الرجل اليسرى، وهو يمر خلال البطن والصدر وخلال الأنف. قدر الإمكان استمر في عمل ذلك لبضع أنفاس أخرى. خذ النفس بتركيز إحساسك وهو ينتقل طوال الطريق من أنفك حتى أسفل أصابع القدم اليسرى، وإخراج النفس بتركيز إحساسك بدءا من أصابع القدم اليسرى وهو ينتقل طوال الطريق إلى فمك. إذا كان من الصعب عليك مواكبة ذلك، قم فقط بممارسة هذا التنفس شهيقا وزفيرا بشكل متعمد ولطيف. الآن عندما تكون جاهزا مع الزفير، اترك التركيز على أصابع القدم وانقل تركيزك بشكل لطيف على الإحساس بأسفل قدمك اليسرى، وقم بتفحص باطن القدم، مشط القدم، الكعب. لاحظ إحساسك حيث يلامس الكعب الأرضية. عش تجربة الإحساس بالنفس من خلال التركيز على أنفاسك بينما تستكشف المنطقة الأمامية والخلفية لأسفل القدم. اسمح الآن لتركيزك بأن يمتد إلى بقية القدم، إلى الكاحل وأعلى القدم، ومباشرة إلى العظام والمفاصل.
بعد ذلك قم بتوجيه النفس لأسفل القدم اليسرى بالكامل، وبينما تخرج النفس مع الزفير اترك الإحساس بالقدم اليسرى كذلك، واسمح للتركيز بالانتقال إلى أسفل الرجل اليسرى، الربلة والساق والركبة، وهكذا بالدور. بعد التواصل مع الأحاسيس الموجودة في الرجل اليسرى، انقل تركيزك الآن على أسفل الرجل اليمنى انتقالا إلى القدم اليمنى، ومن ثم إلى أصابع القدم اليمنى. ركز على كل إصبع من أصابع القدم اليمنى، واستجلب فضولا رقيقا للتحقق من جودة الأحاسيس التي تجدها. ربما تلاحظ شعور تلامس بين أصابع القدم، أو شعور بالوخز أو بالدفء، أو عدم وجود إحساس معين على الإطلاق. عندما تكون مستعداً وأنت تأخذ نفساً، اشعر وتخيل النفس وهو يدخل الرئتين ثم يمر إلى البطن، إلى الرجل اليمنى والقدم اليمنى وإلى أصابع القدم اليمنى، ثم وأنت تخرج النفس اشعر وتخيل النفس وهو يعود طول الطريق بدءا من القدم اليمنى إلى الرجل اليمنى، وهو يمر خلال البطن والصدر وخلال الأنف. قدر الإمكان استمر في عمل ذلك لبضع أنفاس أخرى. خذ النفس بالتركيز على إحساسك وهو ينتقل طوال الطريق من أنفك حتى أسفل أصابع القدم اليمنى، وإخراج النفس بتركيز إحساسك بدءا من أصابع القدم اليمنى وهو ينتقل طوال الطريق إلى فمك. إذا كان من الصعب عليك مواكبة ذلك، قم فقط بممارسة هذا التنفس شهيقا وزفيرا بشكل متعمد ولطيف. الآن عندما تكون جاهزا مع الزفير، اترك التركيز على أصابع القدم وانقل تركيزك بشكل لطيف على الإحساس بأسفل قدمك اليمنى. قم بتفحص باطن القدم، مشط القدم، الكعب. لاحظ إحساسك حيث يلامس الكعب الأرضية. عش تجربة الإحساس بالنفس من خلال التركيز على أنفاسك بينما تستكشف المنطقة الأمامية والخلفية لأسفل القدم. اسمح الآن لتركيزك بأن يمتد إلى بقية القدم، إلى الكاحل وأعلى القدم، ومباشرة إلى العظام والمفاصل. بعد ذلك قم بتوجيه النفس لأسفل القدم اليمنى بالكامل، وبينما تخرج النفس مع الزفير اترك الإحساس بالقدم اليمنى كذلك، واسمح للتركيز بالانتقال إلى أسفل الرجل اليمنى، الربلة والساق والركبة، وهكذا بالدور. استمر في استحضار تركيزك بشكل لطيف،
وتمريره على باقي أجزاء الجسم الأخرى بالدور من أصابع القدمين اليسرى واليمنى، القدمين اليسرى واليمنى، الساقين اليسرى واليمنى، منطقة الحوض، الظهر، البطن، والصدر، وأصابع اليدين والكفين والذراعين والكتفين والرقبة والرأس والوجه. في كل منطقة قدر الإمكان اجلب نفس المستوى التفصيلي من التركيز اللطيف إلى كل حواس جسمك. عندما تنتهي من تفحص كل منطقة رئيسية، خذ نفسا شهيقا ثم أخرجه زفيرا بينما تنتقل بتركيزك إلى المنطقة الرئيسية الأخرى. عندما تصبح مدركا للتوتر أو الأحاسيس الشديدة الأخرى في جزء معين من الجسم، يمكنك أن تأخذ نفسا بينما تركز بلطف على هذا الإحساس مباشرة، ثم بأفضل ما يمكنك ليكن لديك حس بالتحرر منه وإطلاقه وأنت تخرج النفس مع الزفير. إذا شرد عقلك بعيدا عن النفس والإحساس بالجسم، اعترف به بلطف ولاحظ المكان الذي ذهب إليه العقل، ثم أعد انتباهك برفق إلى الجزء من الجسم الذي كنت تركز عليه. بعد فحص الجسم كله بهذه الطريقة، اقضي بعض الدقائق في إدراك الشعور بالجسم كله وبالنفس وهو يتدفق بحرية داخل وخارج الجسم. إذا وجدت نفسك على وشك النوم، فقد تجد من المفيد أن تفتح عينيك.